والخليج العربي أغنى منطقة إنتاجا للنفط في العالم، وكذلك إحدى أكثر المناطق توترا من مضيق هرمز الرابط بين الخليج وبحر عمان إلى المحيط الهندي. يمر خمس بترول العالم، ولكنها ليست عملية سهلة. تسيطر إيران على المضيق شمالا وسلطنة عمان جنوبا، ولا تسلم ناقلات النفط من قرصنة الحرس الثوري الإيراني من آن لآخر. فتستغل إيران جزر المضيق لإطلاق هجماتها، مثل الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى، التي توجد بها قاعدة عسكرية. كما توجد قاعدة في جزيرة قشم شمال هرمز، وتطلق الزوارق الصغيرة من جزر أخرى كلاراك وهنيام وهرمز أيضا. قرصنة إيران العام الماضي دفعت لتشكيل مهمة بحرية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الملاحة في المنطقة، وكانت أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات أبرام لينكن للمنطقة في نوفمبر الماضي مع زيادة التوتر قبل أن تغادر لاحقا، إضافة طبعا لتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة منذ عام 95 على بعد 600 كيلومتر من مضيق هرمز.